مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام. عندك هذه هي من سياسات الحكومة الإيرانية، أي بلد تدخلت فيه قامت بتوسيع تواجدها في هذا البلد بشكل كبير. هذا أيضا ما شاهدناه في العراق حينما أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية الحكم السابق في العراق. إيران استغلت هذا الظرف من خلال ميليشياتها بحيث أصبحت تسيطر وتعين رئيس الوزراء وتتدخل بتعيين رئيس الوزراء، وإذا لم يكن رئيس الوزراء يعين من قبلها فللفصائل يكون الدور الأساسي بالضغط على الحكومة الإيرانية. لذلك إيران تمارس نفس الأسلوب في سوريا، رغم أن إيران تريد أن تهيمن وأيضا تؤمن الخط الواصل أو الهلال الإيراني من إيران إلى كردستان، العراق إلى سوريا عبر معبر الميادين وأيضا البوكمال حتى وصول دير الزور والخط الرابط ما بين دير الزور ودمشق لدعم الميليشيات اللبنانية أو مجموعة حزب الله في لبنان. لذلك إيران تحاول من خلال هذه السيطرة وهذه الهيمنة فرض عدة شروط، منها دعم جماعة حزب الله اللبناني بالصواريخ والسلاح، أيضا الضغط على الحكومة السورية، لأن بذلك إيران استطاعت أن تحتل وسع جغرافيا كبيرة من سوريا. أضاف إلى ذلك هنالك تواجد على الأرض في سوريا، لذلك أي قرارات تريد أن تتخذها حكومة بشار الأسد سيكون لإيران اليد الطولة في ذلك. الأمر الآخر، الصراع القائم ما بين تركيا وإيران، إيران تحاول أيضا من خلال هذا الخط أيضا الضغط على الحكومة التركية في آن واحد. لذلك إيران تسعى إلى هذا التواجد، وللأسف وجود بشار الأسد وإصراره على الكرسي سمح لإيران بهذا التدخل الكبير في داخل سوريا الذي أضر في سوريا وأيضا أضر في العراق بشكل كبير. على مدار سنوات الأزمة، سياسة التجذر الإيراني هذه هل كانت غائبة عن دمشق برأيك؟ لا شك أن حكومة بشار الأسد تعرف بهذا الأمر، لكن كما أشرت أنه ما يهم بشار الأسد وجوده على الكرسي، ويعني هو ليس فهذا حسب، وإنما الحكومة الإيرانية قامت بشراء العقارات، تغيير التركيبة السكانية، وأيضا الاقتصاد السوري، هيمنة إيران بشكل كبير. وهذه الهيمنة وهذه السياسة هي اللي أصبح بشار الأسد أسيرها، لذلك لا يمكنه الآن اتخاذ أي قرارات تحدد من الوجود الإيراني، لأنها أصبحت متنفذة في الاقتصاد وفي الأمن وأيضا على التواجد في الأرض. كيف تابعت سيد وجدان ضربة بايدن الأولى على التراب السوري والتي استهدفت جماعات تتبع أو توالي النظام الإيراني؟ صحيح، انه لا شك انه الضربه التي وجهتها القوات الامريكيه على الميليشيات المواليه لايران، الهدف منها هو كان ارسال رساله لايران بان المجموعات التي تدعمونها وتقوم باستهداف المواقع والقواعد الامريكيه فامريكا سوف ترد عليهم. لكن الاستهداف في سوريا انه الولايات المتحده الامريكيه تريد تعطي يعني فسحه من المجال لاداره الكاظمي، لانه تحت ضغوط داخليه، لذلك استهدفت هذه الميليشيات حينما دخلت في الأراضي السورية. كان بإمكانهم ضرب هذه الحمولة من السلاح في داخل الأراضي العراقية، لكن لا يريدون أن يكون هنالك ضغطا أكبر على إدارة الكاظمي في الوقت الحاضر. ختاما، نسمع في غير مرة عن أنه أي اتفاق سلام ما بين إسرائيل وسوريا يحتاج إلى فك الارتباط ما بين دمشق وطهران.
أي تسوية في سوريا تستوجب فك الارتباطات مع طهران؟ هل دمشق قادرة اليوم فك ارتباطها مع طهران عمليا مع الحديث عن وجود عمليات تجنيد وغيرها؟ لا أعتقد أن ذلك، هنالك بعض التغريرات أشارت بأنه هذه التواصلات هي تمت ما بين إسرائيل وسوريا منذ بداية الثورة، يعني عام 2011 كان هنالك اتصال ما بين الجانبين، لكن في تلك الفترة أيضا إيران كان لها تأثير بعرقلة هذه المحاولات، ولا شك الآن أصبح الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لنظام بشار الأسد، لأن موضوع الكرسي والسلطة بالنسبة له مهم جدا، وإيران أصبحت لديها مجموعات متنفذة أيضا حتى في داخل الأجهزة الأمنية لدى بشار الأسد، لذلك لا أعتقد أن بشار الأسد يستطيع إقدام على هكذا خطوات ما لم توافق عليه إيران. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من لندن. وجدان عبد الرحمن، قيادي في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي، شكرا جزيلا.